بديهية. والله فتحنا على مجال، المجال شو يقولوا عليه؟ الحديث على الإقالة والاستقالة، الحديث أيضا حتى نكون في صورة قتل المشاهد الكريم، نفتح زاوية أو قوس أنه إلى حد الساعة هناك أطراف تريد أن يقدم الاستقالة ربح مجال، لكنه الفرض ذلك. شوف لأن المشكلة مع نعطيك شو صاري الاستاتيو تاع ربح مجال ان طونك يعني أسطورة في كرة القدم الجزائرية، واحد ما يقدر ينكر انه من ابرز ما ولا من افضل ما انجبت الجزائر في كرة القدم، مقدم للمنتخب، ويعني واحد ما يقدر ينكر، هو يعني شخصية يعني كبيرة حتى للمستوى العالمي، حتى في البرتغال عندما لعبوا المرة اللي فاتت يعني كان يحظى ما زال يحظى باحترام سمعة وعنده طبعا. سمعة طيبة هناك. اليوم الاتحاد الجزائري لكرة القدم في حرج، هو يريد أن يتقدم المدرب استقالة حتى يخرج من الباب الواسع. الاتحاد الجزائري مش حاب يعلن ويقول باللي تم إعفاء المدرب من منصبه، وهذا هذا من باب انه اسم لاعب ماجر، بالطبع وايضا نقطه احترام اخرى احتراما ليه، ونزيد نقول لك وهو متمسك بالبقاء، هو لحد الان ما زال يوظف في نظريه المؤامره. انا تعرض للمؤامره، الناس ما رمي من وقت المكتب السابق بقياده محمد الروراوا لليوم الناس ما مش حابيني، الناس ما يديروا اسم رباح ماجر. ايضا بالنسبه للميزانيه، لانه لو لم يتم اقاله رباح ماجر او ما يكونش يعني الطلاق بالتراضي بين الاتحاديه والمدرب، راح يكون تبعات ماديه مثل ما كان مع اكارس. ما راحش تكون تبعات كبيره، لانه بون انا الهدف الى غايه جونفي. شوف لا ماشي جونفي، حتى الجويليا هو الهدف، هو الهدف كان في العقد، هو التاهل الى كاس افريقيا. التصفيات يخلصوا في مارس، خالد في مارس 2019، العقد تاعو رايح حتى لكاس افريقيا يعني 2019، ومع الطاقم الفني ميزانيه. شوف هم كاين اطراف الاتحاديه تروج المعلومه، تقول انه حتى في حال اقالته يعني من طرف واحد، فسخ العقد من طرف واحد، راح يتحصل على شهرين تعويض فقط، ربما مبلغ لا يتعدى المليار سنتيم. هنا كاين هذا فقط ممكن ترويج، لانه طاقم فني حوالي مليار سنتيم تقريبا. شوف نعطي لك يعني الهدف تاع الاتحاديه التخلص من ماجر باي طريقه، هم محبين يخرجوه من الباب الواسع، هو متمسك بالمنصب تاعو. الرئيس او في روسيا حيحضر الكونغرس الفيفا، عندما يعود يعني القرار اتخذ يعني خلاص. هو الاقاله بقت فقط مساله مفاوضات، هم محبين هو يخرج من الباب الواسع، وما زال متمسك ربما لاسباب ماديه. ربما على ماجر، لو كان يتم استقاله ماجر او اقاله ماجر، هل كاين